اللي بيكلمني عن قانون الوراثه القانونيه، قانون الوراثه القانونيه الان في اللجنه التشريعيه، وقريبا في لجان اجتماع هتستمعوا فيها علشان نساهم في استقلال المحاماه في الادارات القانونيه، وعشان نساهم في تعزيز اقتصادياتهم. المحامين اللي بتشتكي من ان في مفتشين بتخش تكسر مكاتبهم من الادارات القانونيه وياخد الملفات بالعافيه، انا بقول له قوم ولو بالقوه وانا مسؤول. انا نقيب المحامين بقول لك قوموا بالقوه، صوروا، امنعوا بالقوه، وانا مسؤول عن هذه المقاومه. لكن ما تستسلمش ولا تضعف ولا تستكين، لا لدى عدوان على الحق، لكن في النهايه هي ممارسه مره على مره. لن يجرؤ لا مستشار ولا غير مستشار ان يخش يفتح الدولاب بالعافيه او يكسر الدرج بالعافيه او ياخد ملف بالعافيه. صوروه وابعتوا لي صوره، وانا هحاكمه كمجرم، لانه يخالف القانون، لانه يقتحم الاماكن الخاصه، لانه لا يحمل اذنا بالضبط ولا بالتفتيش. ده قانون. احنا علينا ان ندرك اهميه الدفاع عن حقوقنا. انا مش عايز محامين تقول لي انا عايز النقابه تساعدني. ساعدك في ايه؟ انت محامي تساعد الاخرين، انت الاول تساعد نفسك. المحامي مهمته ان يدافع الناس عن حقوق الناس، مهمته كده، دوره كده. مش هينفع نجيب محامي ورا كل محامي، لكن في النهايه انت ملزم انك تتتبع حقك. لكن لما تصطدم بلا عوده او بلا ادراك لما ارجع لنقابتك، والنقابه مسؤوله ان تساندك، لكن ما ترتكنش على انه ابتداء اصل انا عايز معايا نشر محامي يوسعوا له وخلوه يترافع، خلوه يقول الكلمه بتاعته، خلوه يقدم طلب تقصير، خلوه. لا، الكلام ده مش صحيح في المحاماه. المحامين انا زي ما قلنا في البدايه، مش كلام انك تبقى فارس، مش كلام انك تبقى قائد، انت لازم تبقى مؤهل الى هذا الامر، ولازم تبقى قادر على تحقيق هذا الامر.